وقع أصدقائي مجلس شؤون الأسرة وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مبادرة أيديا ثون تالت المرأة لدعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحسابهم الخاص، ودعم أيضا المشروعات والأفكار اللي بتخدم المرأة في المحافظات والمراكز بمختلف مناطق المملكة. تفاصيل أكثر أكيد رح نتكلم عنها ورح نتعرف عليها مع الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد، عضو مجلس إدارة شؤون الأسرة ورئيسة لجنة المرأة بالمجلس. صبحك الله بالخير دكتورة لانا، وحياك الله معايا ببرنامج ابدأ الصحيح. هلا مرحبا فيكي. حياك الله عزيزتي وصباح سعيد على الجميع. يا هلا مرحبا فيك. اعطينا فكرة دكتورة لانا عن هذه المبادرة واهدافها ولمين توجهكم بالضبط؟ الحمد لله بفضل من الله بالامس تم توقيع تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم توقيع اتفاقية ما بين مجلس شؤون الأسرة وما بين بنك التنمية الاجتماعية، هي اتفاقية تعاون حول مشروع تالة المرأة اللي بإذن الله راح ينطلق خلال الأسابيع القادمة، وهو مشروع آيديثون تالة المرأة. هو يستهدف استقطاب الأفكار الريادية والأفكار ذات الأثر الاجتماعي للمشاريع التي تخدم المرأة في كل المجالات، وعندنا 5 مسارات راح نستقبل فيها المشاريع: مسار التقنية والتطبيقات الإلكترونية، مسار دعم وضع المرأة ما بعد جائحة كورونا، مسار صحة المرأة والأسرة، ومسار الثقافة والفنون، ومسار الوعي الحقوقي والقانوني. وطبعا كل هذه المسارات يعني نحرص أنها تكون تنفيذها في محافظات ومراكز مناطق المملكة وليس المدن الرئيسية. يعني إحنا نستهدف النساء في محافظات المملكة، لأن زي ما تعرفين المدن الرئيسية فيها خدمات جيدة للنساء ومشاريع، فإحنا نبغى ندعم المحافظات. جميل دكتورة لانا، يعني أنتم المبادرة هذه مش في تخصص واحد أو في مجال واحد، لا أنتم في يعني أغلب المجالات اللي تهم المرأة، فنية، ثقافية، صحية، يعني معطين المبادرة نواحي وجوانب مرة كثير بتسلطون عليها الضوء. نعم فعلا، يعني احنا حرصنا انها تغطي كل المجالات، وهذه المجالات اللي عادة يتم تمكين المرأة فيها، ونحرص على الوصول والشمول المالي للمرأة في كل المجالات. نعم. فعشان كذا كانت واسعة في يعني مجالاتها. نعم دكتورة لانا، ليش سميتوها بتالة المرأة؟ شو سبب تسمية المشروع بهذا الاسم؟ تالة هو اختصار لأربعة أهداف احنا نسعى لتحقيقها في هذه المبادرة. الحرف التاء وهو من التمكين، ونسعى لتمكين المرأة في كل المجالات. الأصالة، ألف هي الأصالة. أوكي. ونرغب بتحقيق الأصالة والمحافظة على قيمنا وثقافتنا الإسلامية والعربية. الحرف اللام هي اللحمة، وإحنا نعزز بإذن الله مثل هذه المبادرة اللحمة الوطنية والانتماء والولاء للوطن. وفي النهاية إحنا نوصل إلى التنمية المستدامة اللي هي هدف اللي يسعى للجميع في المجتمع بإذن الله. جميل، الله يوفقكم إن شاء الله دكتورة لانا. طب الاتفاقية هذه يعني هل بتخدم الأهداف المحلية الدولية للمملكة؟ قد إيش فعلا بتتقاطع مع هذه الأهداف؟ يعني من الجميل جدا هالاتفاقية وما سينتج عنها بإذن الله من مشاريع إن شاء الله. ما ستخدم على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. بالنسبة للمستوى الدولي، يعني زي ما تعرفين المملكة السنة هذه هي ترأس مجموعة 20، وأحد أبرز محاور المجموعة 20 هي تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يمكن فيها الجميع وخاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار. زائد أنها راح تخدم على المستوى الدولي، حتخدم المملكة من ناحية تعزيز المؤشرات اللي خاصة مثلا في مؤشر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مؤشر دعم الأفكار للمنشآت الناشئة، في مؤشر الرغبة الريادية، في مؤشر مهم أيضا اللي هو الجندر جاب إندكس اللي هو خاص بالفجوة ما بين الجنسين. فهذه كلها راح بإذن الله يعني المشاريع اللي حتخرج من هذه الاتفاقية راح تعزز هذه المؤشرات إن شاء الله. على المستوى الإقليمي والعربي، السنة هذه 2020 تم اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية. روعة. وهذه المبادرة اللي هي آيديثون ثالث المرأة بإذن الله راح تكون أحد أنشطة
هذا الحدث، زائد انها يعني راح تؤكد ان الرياض والمملكة العربية السعودية اصبحت نموذج يحتذى فيه فيما يخص تمكين المرأة. اما على المستوى المحلي طبعا هي تتقاطع مع اهداف رؤية المملكة، خاصة هدف رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وايضا هدف زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل. جميل. طب دكتورة، يعني دور الطرفين اللي طبعا المتفقين في مجلس الأسرة وبنك التنمية عفوا، شنو الدور يعني المطروح من كل من الجهتين؟ نعم، بالنسبة لمجلس شؤون الأسرة، لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة راح تتولى تنفيذ المشروع والإشراف على كل مراحله. البنك التنمية الاجتماعي راح يكون شريك في كذا مرحلة من مراحل المشروع. من ناحية أولا حيكون داخل معانا في عملية الحوكمة وتحكيم المشاريع المتقدمة، راح يشارك في التأهيل وتدريب ما يزيد عن 200 متقدم ومتقدمة لهذه المشاريع، وفي النهاية راح يقدم التمويل، خدمات التمويل للمشاريع الفائزة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. سؤال أخير، شنو اللي يعني بيخطط المجلس مجلس الأسرة مستقبلا للمرأة؟ طبعا مجلس شؤون الأسرة هو يشمل الأسرة بشكل كامل وليست المرأة فقط، ويعمل مجلس شؤون الأسرة من خلال عدة مسارات استراتيجية، يعني مثل مسار التوعية، مسار البحوث وتوفير المعلومات، مسار التمكين، مسار التمثيل الدولي، مسار التشريع والتنظيم والحوكمة. كل هذه المسارات في نهاية المطاف تحقق وتسعى إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وبالتالي يعني خطط منفذة يعملوا مشاريع ينفذونها الآن، ومشاريع بإذن الله راح تنفذ مستقبلا، ولعل أبرزها هي الاستراتيجية الوطنية للأسرة في المجتمع السعودي. الله يوفقكم إن شاء الله دكتورة لانا، وإن شاء الله فالكم التوفيق، ونشوف فعلا مثل هذه المبادرات أكثر تعم كل مناطق ومحافظات المملكة. شكرا لك دكتورة. شكرا جزيلا. يا هلا مرحبا فيكم.